السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ عاملين ايه؟ معاكم زميلتكم مي ايمن، الفرقة الثالثة، كلية علاج الطبيعي جامعة بنها. هنتكلم النهاردة في المحاضرة دي او في الفيديو ده تحديدا عن حاجة اسمها البيشنت مانجمنت موديل. ببساطة ايه هو البيشنت مانجمنت موديل؟ هي خطوات كده هنمشي عليها، من اول ما البيشنت كده بسلامته بيقعد قدام سعادتك على الكرسي لحد ما بإذن الله بسلامته برضو بعد انتهاء الجلسات المحددة له يوصل للمستوى اللي هو عايز يوصل له، ويرستوري الفانكشن اللي هو كان فائدها بسبب الإصابة أو الانجري، اللي بفضل الله ثم بفضلك انت كفيزيكال ثيرابيست هيعرف ايه يمارس الحياة الطبيعية بتاعته تاني. عندنا الاوبجكتيفز او التوبكس اللي هنتكلم عليها النهارده. اول حاجه، ايه هي الكومبوننتس اوف البيشنت مانجمنت موديل؟ هنعرف يعني ايه اكزامينيشن، هنعرف يعني ايه ايفالويشن، هنعرف حاجه اسمها دايجنوزس وحاجه اسمها بروجنوزس، كمان البلان اوف كير، هنعرف يعني ايه انترفنشن ويعني ايه اوتكمز وايه الفاكتورز اللي بتاثر لي على الاوتكمز دي. بسم الله نبدا اول واحده فيهم. ايه هي الكومبوننتس اوف البيشنت مانجمنت موديل؟ البروسيس بتاعه البيشنت مانجمنت موديل عندها خمسه بيزك كومبوننتس، خمس حاجات لازم اعدي بيهم عشان اقدر اقول ان انا كده عملت مانجمنت صح للبيشنت. اول حاجه كومبريهنسيف اكزامينيشن، اكزامينيشن صحيح. تاني حاجه ايفالويشن اوف داتا كولكتد، ببدا اقيم الداتا اللي انا جمعتها في مرحله الاكزامينيشن، علشان في المرحله الثالثه هعمل دايجنوزس بيزد على ايه؟ على اللي انا لقيته في الاكزامينيشن وقيمته في الايفالويشن، هبدا احط احكام، هبدا اعمل جادجمنت واوصل واحط اقول للبيشنت الفلاني ده عنده المرض الفلاني كده، ده دايجنوز خلصنا. تبقى بيزد على الامبيرمنتس اللي عنده، المشاكل اللي عند البيشنت نفسه، سواء في البادي ستراكشر او فانكشن، او حتى عنده فانكشنال ليميتيشن اللي هي الاكتيفيتي ليميتيشن، والديسابيليتي اللي هي الاعاقات اللي عند البيشنت دي. كمان الخطوه الرابعه establishment of prognosis and plan of care based on the patient oriented goals. العيان اللي جاي لي ده جاي لي عشان عنده الم، فهيتبقى الجولز بتاعته ان هو يتخلص من البين من الالم ده، فهو البيشنت جاي لي بالجولز بتاعته اصلا. انا بشوف البيشنت عايز يوصل ايه، عنده مشاكل في ايه، وبحدد له على اساسها بلان اوف كير، او بحدد له على اساسها جلسات والموداليتيز جوه الجلسات دي علشان اقدر اوصله النتيجه اللي هو عايزها بفضل الله يعني. والبروجنوزس ده يعني بشوف الدنيا كده رايحه على فين، ببساطه دي كلمه بروجنوزس، بعرف الدنيا رايحه على فين وارسم كده خطه للجلسات اللي انا هعملها ان شاء الله علشان اوصل النتيجه اللي انا عايزاها. خامس حاجه implementation of appropriate intervention، يعني ايه؟ احدد الطريقه تحديدا اللي انا هتوصلني للنتائج اللي انا عايزاها، مثلا استخدام موداليتيز معينه هي اللي هتوصلني، استخدم يعني التدخل نفسه مع البيشنت، الشغل العملي مع البيشنت هو ده بسميه الانترفنشن. هنبدا نتكلم عن اول حاجه وهي الاكزامينيشن. الاكزامينيشن دي زي ما مكتوب بالظبط هو الفيرست كومبوننت اوف البيشنت مانجمنت موديل. دي اول حاجه بعملها لما البيشنت بسلامته بيقعد قدامي كده، ا كومبريهنسيف اكزامينيشن اوف ا بيشنت. During this initial data collecting هي عبارة عن ايه الاكزامينيشن؟ انا بجمع داتا عن البيشنت. ليه؟ هستخدمها في المراحل الجاية او تحديدا في المرحلة اللي بعدها اللي هي الايفالويشن، علشان اقدر اعمل احكام واصدر احكام على البيشنت، اعرف اتوصل للديسابيليتي او الديسفانكشن اللي عنده، وبالتالي اقدر احدد له البلان اوف كير المناسبة ليه. The therapist requires information from a variety of sources، في اماكن او في مصادر كتيره ممكن الثيرابيست يحصل منها عن انفورميشن اباوت البيشنت. ذا اكزامينيشن بروسيس انفولفز بوث كومبريهنسيف سكريننج اند سبيسيفيك دايجنوستيك تيستينج. يعني سكريننج دي، سكريننج نقدر نقول ان هي معناها بشوف، ببص بعينيا بلاحظ على البيشنت، ده سكريننج. في بقى مرحله تانية من الاكزامينيشن وهي السبيسيفيك تيست اند ميجرمنت، ودي ان شاء الله هنتطرق ليها خلال المحاضره قدام سيكا. كمان ديترماين في المرحله دي بتديترماين whether these problems can be appropriately treated by physical therapy intervention. في مرحله الاكزامينيشن دي
بعد ما لميت داتا عن البيشنت ممكن اتوصل لحاجتين، انه مشكلته دي الحل عندها، الحل بتاعها عندي كفيزيكال ثيرابيست هقدر احلها بالتدخل العلاج الطبيعي، ان شاء الله هيوصل لنتائج جميله، هيتعالج هيبقى كويس، او ان اصلا دي مش بتاعتي، مش شغلي، فهعمل له ايه؟ هعمل له ريفير، هودي له لانذر هيلث كير براكتيشنر اور اي ريسورس از وارنتد، هديه لحد يقدر يتعامل مع مشكلته، لان احنا عامه كمجال طبي هدفنا الاول والاسمى ان احنا نخلي الانسان ده صح سليم معافى طبعا بفضل الله. فانا لو ما لقيتش حل مشكلته عندي هعمله ريفير بكل بساطه، وده بيبقى في مرحله الاكزامينيشن، ببقى عرفت عنه كميه داتا تكفيني ان انا احكم هل هقدر اتعامل مع الحاله دي ولا اديه لدكتور تاني او هيلث كير براكتيشنر تاني هيقدر يساعده اكتر مني. مرحله الاكزامينيشن نفسها دي جواها تلات انواع او تلات طرق اقدر اجمع بيها داتا عن الحاله. اول حاجه البيشنت هيلث هيستوري، بقعد البيشنت نفسه واساله اسئله كتير يجاوب عليها، منها بقدر اخد المعلومات اللي انا بحتاجها اباوت حالته الصحيه، عنوانه، هنعرف كمان شويه بناخد ازاي الايه الهيستوري. تاني حاجه ريليفنت سيستم ريفيو، البيشنت عامه هو جاي لي كبيشنت مهما كان بيشتكي من جزء معين فيه، فهو ما ينفعش انسى ان هو كيس، هو بني ادم على بعضه، فالسيستمز مسمعه في بعض، ما ينفعش ابص عليه كشولدر بس او كني بس، لان الدنيا كلها موصله على بعض، هو هيومن في الاخر وبني ادم وهو جسم على بعضه، كل جسم كل جزء بيتاثر بالمكان التاني. وفي عندنا سبيسيفيك تيست اند ميجرمنت، ودي زي شبه الحاجات اللي بناخدها في مادة الموصل تيست، وبرضه هنتكلم عنها في السلايد الجاي ان شاء الله. هنتكلم على الهيستوري تيكينج، هي من اسمها ان انا هاخد التاريخ بتاع البيشنت، تاريخه المرضي او تاريخه الصحي. في اربع طرق اقدر احصل بيها على الهيستوري ده بتاع من البيشنت، يا اما اديله استماره على هيئه شبه اسئله كده، مثلا يكتب هو يعني سؤال واكمل فراغ، البيشنت هو يجاوب بنفسه في الاستماره دي، او ان انا اقعده تبقى انترفيو كده فيس تو فيس اساله يجاوب عليا، او ان هو جايب ميديكال ريكورد مثلا، جايب عامل اشياء، عامل تحليل، عامه جاي لي باي وثيقه صحيه اقراها اعرف منها المعلومات برضو، او لو هو اصلا جاي لي ريفير كان عند دكتور غيري او هيلث براكتيشنر غيري ويتعمل له ريفير عشان يجي عندي، بيبقى اللي عمل له ريفير ده اوريدي واخد منه الهيستوري، فانا مجرد ان انا بشوف، ولو في حاجه انا حابب اعرفها زياده استعلم عنها اسالها عادي جدا. ايه هي المعلومات اللي انا المفروض احصل عنها عليها في نهايه الهيستوري تيكينج؟ عندنا الانيشال هيستوري، اول حاجه اللي هي الديموغرافيك داتا، يعني ايه؟ يعني السيره الذاتيه، بعرف فيها ايه، بعرف فيها الايج، السكس، بعرف بيها البرايمري لانجويج بتاعته، بعرف اللغه اللي بيتكلم فيها، وبعرف فيها كمان الادوكيشن بتاعه او المستوى التعليمي بتاعه. في حاجه اسمها سوشيال هيستوري اللي هي الفاميلي اند الكير جيفر ريسورسز، مين الشخص اللي هو بيدي الكير، مين الشخص اللي بيعتني بيه، بعرف عنه كمان الكالتشر باك جراوند، بعرف عنه يعني خلفيته الثقافيه لحد فين عشان اقدر اتعامل معاه اوصل له بلغه يقدر يفهمني، الانستراكشنز اللي هديها له ان شاء الله يقدر يعملها ويمشي عليها. بشوف كمان الاوكيوبيشنال اللي هي شغلته، بعرف الجوب بتاعته، بعرف سكول ريليتد اكتيفيتيز لو هو لسه طالب، كمان بعرف الكرنت والبريفيوس امبلويمنت، هو كان شغال فين وشغال ايه دلوقتي، كل دي حاجات بتفرق معايا في التشخيص ان شاء الله لما تكبروا حبه صغيرين جدا، سنه ثالثه ان شاء الله هتعرفوا ان في امراض بتختلف، وكل يعني في على حسب المكان اللي انت عايش فيه او المكان اللي انت شغال فيه بنبدا نحط احتمالات ازيد لامراض معينه ونستبعد امراض اخرى على نفس الايه الفكره. كمان بشوف الجروث اند ديفلوبمنت بتاعه، هو اصلا كان مثلا بيشنت طوله قد ايه، بعرف عنه، باخد من المذر بقى بتاعته سواء او منه هو
الديفلوبمنت بتاعه كان شكله ايه، هل هو كان زي الاطفال في سنه، كان متاخر، كان عنده اي، واجهتي اي مشاكل في الديفلوبمنت بتاعه مثلا، عنده نقص فيتامين معين، كل دي حاجات لازم اعرفها. الليفينج انفايرمنت، بعرف كمان الجنرال هيلث ستيتس بتاعته اند اللايف هير لايف ستايل هابتس، لو هو مدخن مثلا، لو هي طبعا فيميل بسالها على المستيرول سايكل بتاعتها اللي هي دورة الحيض بتاعتها، لازم اسال عنها. كمان البيهيفيرز بتاعته البوست والبريزنت بيزد على السيلف اور الفاميلي ريبورت، بعرف عنه زي ما قلنا هو سموكر، بعرف عنه لو هو ماشي على دايت معين، لو هو اصلا انسان يعني فيت او ماشي على اكسرسايز معين، وكمان السليب هابتس بتاعته. بعرف عنه كل حاجه، انا الهيستوري ده لازم اخلصه اكون عارفه عنه معلومات كافيه بحيث اقدر احط بلان اوف كير، يعني ما تخرش الماء زي ما بيقولوا يعني نو واي ان هو ما يمشيش عليها ان شاء الله. يعني بعرف عنه الفاميلي هيستوري، اول طبعا بعرف عنه الميديكيشن لو هو بياخد ادويه ماشي عليها دلوقتي، سواء مريض مثلا ضغط، مريض سكر، الكلام ده كل ده بيبان من الميديكيشن اللي بياخده. الفاميلي هيستوري لو في حالات شبه اللي هو جاي بيها دي في الفاميلي، الكرنت كونديشن، الكرنت كونديشن والشيف كومبلين اور الكونسرن، يعني هساله بكل بساطه انت ايه الحاجه بالظبط اللي خلتك تيجي تزور العياده هنا او تيجي تطلب مساعده. هيجي بقى يقول لك بين، هيجي يقول لك مثلا انا عايز ابقى فت، هقول لك مثلا عنده مثلا اعاده تاهيل، عامل عمليه وجاي، عنده بين عايز يخف، عنده ليميتيشن معين، ايه السبب اللي خلاك اصلا تيجي هنا. كمان بعرف الفانكشنال ستيتس بتاعته، برضو سواء بعرفها منه او من الكير جيفر، بعرف بيعرف يعمل ايه بالظبط، لحد ايه في ليميتيشن مثلا، وهل بيعرف يعمل الاكتيفيتي اوف ديلي ليفينج بتاعته برضو بشكل بسيط ولا في ليميتيشن. بعرف عامه الفانكشن بتاعته متاثره قد ايه. وفي other laboratory and diagnostic test، لو في تحاليل معينة محتاجها هطلبها، ولو في تيست معين برضو ايه هعمله. تاني حاجة الايه السيستم ريفيو، زي ما قلنا انا مهما كان البيشنت جاي بيشتكي من حتة معينة، من شولدر، جاي يشتكي من ني، جاي يشتكي من انكل، انا ما ينفعش اتجاهل ان هو انسان حتة واحدة، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، المفروض ان انا ابص عليه بصه كامله، لان ممكن يبقى في حاجه اصلا هي اللي جايبه لي المشكله دي، وهو في الاساس حلها انه يروح لدكتور تاني او لتخصص تاني، ولو المشكله اساسا اتحلت كل الاعراض او كل التوابع دي هتختفي. فانا برضو لان انا دكتور وفاهم انا بعمل ايه، ببص بصه كده جنرال ريفيو على السيستمز كلها. ودي قلنا زي ما قلنا هي بريف بات ريليفنت، بتبقى مختصره ولكنها كافيه جدا. سكريننج كده للبادي، ببص بشكل عام مش بتعمق قوي، نون از اي سيستم ريفيو، بيرفورمد ديورينج ذا بيشنت انترفيو از ا بارت اوف اكزامينيشن بروسيس افتر اورجنايزنج الداتا اوبتيند فروم الهيلث هيستوري. خدت عنه معلومات كافيه، ببدا على اساسها اتوقع ممكن يكون في سيستم الفلاني في مشكله، فروح اتشيك اب عليه ان هو لا الحمد لله سليم. وكذلك بقى على كل سيستم انا يعني سسبكتد ان ممكن يبقى فيه مشكله. The purpose of screening each system is to identify any abnormality، زي ما قلنا هشوف لو في اي حاجه مش طبيعيه or defects او مشاكل that require further or more specific testing by a therapist or another healthcare practitioner، سواء مشكله هو مش حاسس بيها مثلا او حاجه تم يعني عنده حاجتين بس، حاجه من كتر مثلا ما هي مؤلمه قوي عملت ماسك للسيمتومز بتاعه الحاجه التانية دي اللي هي اصلا ممكن تكون هي الاساس. فانا المفروض عشان انا دكتور قلت وفاهم ابقى عارف وابص على السيستمز كده، او ممكن تكون اصلا حلها مش عندي فاعمله ريفير لاذر هيلث كير براكتيشنر. في عندنا بقى السبيسيفيك تيست اند ميجرمنت، بيقول لك once it has been detected that the patient problem or condition are most likely amenable to physical therapy intervention، مجرد ما بعرف بقى ان الحاله دي حلها عندي ومشكلتها ان شاء الله انا هعرف امانج المشكله دي. النيكست ديترمينيشن ببدا اعمل ايه بقى، therapist must make during the examination process is to decide which aspect of a physical function require further investigation through the use of a specific test and measurement.
بيقول لك وانس ان انت عرفت ان الحالة دي حلها عندك ومشكلتها ان شاء الله هتتحل بفضل الله بعدين بفضلك، يعني هتبدأ انت تعمل اختبارات محددة او سبيسيفيك للمشكلة اللي انت شايفها دي. مثلا فرضا كده جاي لك واحد الشولدر بتاعه وجعه، انت عايز تتأكد من كذا حاجة كده، قررت مثلا تقيس الرينج اوف موشن. انت هنا حددت الرينج اوف موشن وعملت له تيستينج علشان انت عايز توصل لمعلومات معينه بالتحديد عن الرينج اوف موشن. كذلك ممكن على الحاجات التانية ممكن تبدا تعمل تيست للسترينث بتاع مثلا الدلتويد. انا عايزه اختبر السترينث، شاكك فيها يا اخي عادي. انت بتبدا تحدد سبيسيفيك تيست معينه علشان تختبر بيها حاجات معينه، علشان في داتا بحد ذاتها بحد بعينها انا عايزه اطلعها، علشان على اساسها زي ما قلنا هعمل ايفالويشن، هعمل دايجنوزس، وهيتاثر بيها كل الخطوات الجايه. السبيسيفيك تيست اند ميجرمنت يوزد باي فيزيكال ثيرابيست بروفايد ان ديبث انفورميشن، معلومات في عمق الموضوع اللي انا بدور عنه، او الامبيرمنت او المشكله اللي البيشنت جاي بيها دي، او الاكتيفيتي ليميتيشن اللي البيشنت جاي بيها دي، وبتساعدني في الايه في الدايجنوزس ان شاء الله. بكده احنا خلصنا التلات طرق اللي انا بحصل بيها على الانفورميشن او بعمل بيها اكزامينيشن للبيشنت. تاني حاجة بعد ما عملت اكزامينيشن وعملت كولكت الداتا، في حاجة عندي اسمها الايفالويشن. ايه هي الايفالويشن؟ هي بروسيس ببساطة كده characterized by the interpretation of the collected data. انا كأن الاكزامينيشن ده انا جبت بازل بس متفكك. مرحلة الإيفالويشن هبدأ أركب البازل ده جنب بعض علشان الصورة تبدأ توضح واحدة واحدة. The process involves analysis، بحلل، integration and integration of information to form opinion، بصدر الآراء وبعمل قرارات وباخد ايه clinical decision. الديسيجنز اللي باخدها during evaluation process دي may also suggest that additional testing، ممكن اكتشف ان انا محتاجة اعمل testing تاني كphysical therapist، او ان انا اديه لpractitioner غيري هو هيكون افهم في الحالة دي. is necessary before the therapist، قبل ما ايه اعمل diagnosis، قبل ما اشخص واعمل plan of care واحدد باقي الشغل. يعني الايفالويشن طبعا دي مش بتبقى خطوه، هي ميزه او اللي بيميز خطوه الايفالويشن دي ان هي بتبقى دايما متحركه معايا خلال لحد ما البيشنت بسلامته برضو يوصل للايه للنتيجه اللي هو عايزها. كل ما بعمل حاجه، كل يفترض ان كل جلسه بيبقى فيها ايفالويشن، كل سيشن جديده مع البيشنت بيكون فيها ايفالويشن علشان اعرف هل السيشن اللي فاتت كانت مؤثره كفايه، وصلت للنتائج اللي انا عايزها، ولا انا محتاجه اغير حاجه في السيشن، عملت حاجه هو ما كانش محتاجها، كان اولا اعمل له حاجه تانية. فالايفالويشن دي حاجه بتتحرك معايا يعني كل سيشن، مش بتبقى حاجة في الاول كده وخلصنا بس عشان اوصل لتشخيص، لا خالص بالعكس، ده هي اهم حاجة تعتبر فيهم كله. الدياجنوزس بيقول الفيزيكال ثيرابيست كلاسيفايز ديسفانكشن موست اوفن موفمنت ديسفانكشن وير از ا فيزيشن ايدنتيفايز ديزيز. بيقول لك في الغالب ان الفيزيكال ثيرابيست لان هو اصلا ربنا خلقه والشغلانة دي اصلا موجودة علشان اخلي الانسان في الماكسيمال اندبندنسي بتاعته، هو انسان معتمد على نفسه، بيقدر يعمل كل حاجه بنفسه، مش محتاج مساعده من حد او مش محتاج ان حد يعتني بيه، يوصل للماكسيمال فانكشنال ليفل بتاعه ويقدر يمارس الاكتيفيتي اوف ديلي ليفنج بتاعته كويس. فغالبا احنا بن كلاسيفاي ديسفانكشن، مشاكل في الوظائف، عنده ليميتيشن، غالبا بتبقى movement dysfunction، مشاكل في الحركة. The diagnostic process is a complex sequence of action and decision that begins with. يقول ان الدياجنوزس ده مش بيبقى مثلا انا بغمض واقول بسم الله الرحمن الرحيم frozen shoulder، لا ده مش كده، هي بتبقى في خطوات بمشي عليها وستيبس علشان اقدر يعني خطوات علمية اوصل لل
الدايجنوزس الصح باذن الله. يعني اول حاجه بعمل كولكشن اوف داتا زي ما عملناها الاول اكزامينشن، تاني حاجه بعمل اناليسس بحلل انتربريتيشن اوف اول ريليفنت داتا كولكتد اللي انا جمعتها ليدنج تو ذا جينيريشن اوف وركينج هايبوثيس اللي هي ايه الايفالويشن. قلنا لازم اعمل اكزامينشن صح، اعمل ايفالويشن صح علشان في الاخر يوصلني للدايجنوز الصح. بعد ما عملت لها انتربريتيشن ببدا اعمل اورجانيزيشن للداتا دي وريكوجنيشن اوف كلاسترنج اوف داتا، وبمشي على باترن اوف فايندينجز كده نمط معين علشان في الاخر اوصل لدايجنوزس يبقى الدايجنوزس الصح محتاج اكزامينشن صح، ايفالويشن صح. ايه هو البروجنوزس؟ البروجنوزس هو بريدكشن توقع of a patient's optimal level of function expected as a result of a plan of treatment during an episode of care and the anticipated length of time needed to reach specified functional outcomes. التعريف شارح نفسه جدا، هي prognosis يعني التحسن او التقدم. عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا بحط خطة على اساسها انا عايز اوصل لهدف معين. بعرف الهدف المعين ده، اسمه optimal level of function، ايه هي اقصى مرحلة اقدر اوصلها بالplan of care دي، وفي قد ايه. كمان بحدد التايم علشان مش كل حاجة عايمة كده، يعني ما ينفعش اسيب البيشنت جاي يعمل جلسات على الفاضي. المفروض ان كل جلسة بيبقى لها plan، وكل جلسة بيبقى بعدها prognosis محدد بعد الجلسة دي per session. كمان مش شرط يبقى كحالة عامة، المفروض ان البيشنت يستفيد من كل سيشن. فانا بحدد التايم عامه البيشنت هيوصل فيه للفانكشن او الاوبتيمال فانكشن اللي انا اصلا حطيتها في الاول، مثلا سواء كان بين يمشي او ليميتيشن تمشي او يرجع لوظيفته اللي هو كان سايبها، مثلا لو لعب كوره يرجع يلعب كوره. الفانكشن اللي انا عايزه اوصلها للاخر. بلان اوف كير يعني خطة العلاج اللي انا همشي عليها. خلينا ناخد مثلا مثال على لعيب كورة وكان عنده اصابة مثلا. ايه هي البلان اوف كير؟ بحدد فيها ايه؟ بحدد فيها الست نقط اللي جايين دول. اول حاجة الانتسيبيتد جولز، جاي لي مثلا حالة زي ما قلنا لاعب كورة عنده مثلا رباط صليبي، قطع في الرباط الصليبي. ايه هو الانتسيبيتد جولز اللي هو جاي بيها؟ ان هو يرجع يلعب كوره تاني. expected functional outcomes that are meaningful sustainable and measurable، يعني هو مثلا جاي لي مش عارف يعمل knee flexion للاخر، بيعمل بس 15 ديجري. انا عايزه اوصل له مثلا اخليه يعمل full range knee flexion، ازود له الفلكسبيليتي، اعمل له مثلا ستريتشنج اللي هو ستريتشنج للمصل اللي حصل لها شورتنينج نتيجه مثلا العمليه اللي عملها. هبدا امسك كل كومبوننت واشوف انا عايزه اوصل فيه لايه، بتبقى ان شاء الله نتائج واضحه ونتائج مستمره معايا، مش بعد فتره هيحصل له ريلابس. كمان الاكستنت اوف امبروفمنت بريدكتد اند لينث اوف تايم نيسيسري تو ريتش ذات ليفل، يعني مثلا هقول هعمل له سيشنز هتقعد 6 شهور مثلا فور اكزامبل، ده الايه التايم النيسيسري تو ريتش ذات ليفل. السبيسيفيك انترفينشن هحدد فيها ايه هي الحاجات اللي هستخدمها معاه، مثلا هستخدم معاه الكتروثيرابي، هستخدم معاه مانوال، هستخدم معاه موداليتيز معينه. دي حاجات بكتبها برضو في البلان اوف كير نفسها. كمان البروبوزد فريكوانسي اند ديوريشن اوف الانترفينشن، السيشن نفسها تبقى قد ايه، كل جهاز جوه السيشن هيستخدم قد ايه. طبعا كل دي حاجات بتبقى لها اساس علمي، مش الدكتور بيقررها من نفسه كده، على حسب كل حاله. والسبيسيفيك ديسشارج بلانز، طبيعي ان البيشنت لما بيخلص السيشنز بتاعته معانا بنبقى مدين له كده شويه انستراكشنز يعملها في البيت، شويه اكسرسايز يداوم عليها عشان يحافظ على النتيجه اللي هو وصل لها. يعني ايه انترفينشن؟ اللي احنا عمالين نقوله انترفينشن هو كومبوننت اوف البيشنت مانجمنت، refers to any purposeful interaction a therapist has that directly relates to patient care. ده الشغل
فعلا اللي هو بيبقى منك للبيشنت على طول. ده زي ما هنعرف كمان شويه ان هو بينقسم لثلاث حاجات. There are three broad areas of intervention that occur during the course of patient management. أول خطوة فيهم ودي نظرية شوية، ده الجزء النظري من دور الثيرابيست، اللي هو الكوردينيشن تنظيم والكوميونيكيشن التواصل والدوكيومنتيشن. الدوكيومنتيشن ده مهم جدا، انك توثق النتائج اللي انت وصلت لها، لان مثلا ده بيدي سبورت للبيشنت نفسه، بيدي دافع معنوي لما يجي السيشن اللي بعدها هو مش حاسس ان هو اتحسن، تقول له لا انت السيشن اللي فاتت مثلا كنت بتجيب البو فليكشن 30، انت الحمد لله المره دي بتجيب البو فليكشن 40. فالدوكيومنتيشن وكل ما تسجل النتائج اللي انت وصلت لها ده حاجه بتحميك انت كثيرابيست، بلس انها بتدي كمان ايه، بتديك كمان انديكيشن ان الحاله بتتحسن. وده يعتبر جزء شويه نظري من السيشن. تاني حاجه بقى البروسيجر انترفينشن، الشغل بجد مع البيشنت، الشغل العملي، الحاجات اللي انا بتدخل بيها، الاجهزه اللي انا بستخدمها، الاكسرسايز اللي انا بستخدمها مع البيشنت، بساعده ازاي، الشغل العملي، تدخلي نفسه مع البيشنت. واخر حاجه البيشنت ريليتد انستراكشن، زي ما قلنا في الديسشارج انا بدي البيشنت شويه انستراكشنز كده عشان يحافظ بيها على النتيجه اللي هو وصل لها في السيشن معايا، ويقدر يمنتين نفس الليفل اوف فانكشن اللي هو خارج بيه من عندي، بالعكس يتحسن اكتر. يبقى الانترفينشن ببساطه هو التدخل اللي انا بتدخل بيه كثيرابيست عشان اثر فيه في الحاله، اثر بيه في الحاله. الاوت كومز يعني ايه؟ outcomes يعني الناتج، الحاجة اللي انا عايز اوصل لها. simply stated the outcomes دي الresults، النتائج. collection and analysis of outcomes of outcome data related to healthcare services or necessities. مهم جدا زي ما قلنا ان انا اسجل كل شوية انا وصلت لايه، والحالة خرجت من عندي شكلها ايه، وكان جاي شكلها ايه. عامة الدوكيومنتيشن في المجال الطبي شيء يعني لا يمكن الاستغناء عنه. evaluation of information generated from periodic re-examination. بقيم زي ما قلنا re-examination و evaluation دي عملية بتتحرك معايا per session. انا كل session المفروض examine تاني واعمل evaluation تاني علشان اتأكد ان السيشن اللي فاتت كانت مفيدة، واتأكد ان انا شغال صح، مش محتاجة اغير حاجة في plan of care بتاعتي. From periodic re-examination and re-evaluation of the patient responses to treatment enables a therapist to, زي ما قلنا, ascertain if the anticipated goals or expected and expected outcomes in the plan of care are being met. أتأكد إن النتائج اللي أنا كنت، الأهداف اللي أنا كنت حاططها في الأول أنا فعلا ماشي في طريقي ليها، ولا أنا محتاج intervention مختلف، أو إن أنا إيه محتاج أغير الطريقة اللي أنا شغال بيها، علشان في الآخر أنا في هدف معين عايز أوصله. ايه هي الفاكتورز اللي بتانفلونس البيشنت بروجنوزس او الاكسبكتد اوتكمز؟ يعني انا دلوقتي عملت بلان اوف كير المفروض انها سليمه وصحيحه للحاله الفلانيه اللي انا عارفها، مثلا اللي انا وصلت لها الدايجنوز الصح، ايه الحاجات اصلا اللي ممكن تخليني ما هوصلش الهدف مع ان انا عامل بلان اوف كير حلوه وعامل وصلت الدايجنوز الصح؟ في حاجات تخص البيشنت نفسها هي اللي ممكن ايه تاثر على الموضوع ده، او الحاله نفسها ممكن هي فعلا تبقى وصلت الدايجنوز صح لكنها كومبلكس جدا على انها تتحل بالبساطه اللي انت عاملها، مثلا كانت محتاجه انترفينشن زياده معاك، او سيفيريتي هي حاله فعلا خطيره جدا، او انها حاله حاده، حاله صعبه، او حاله كرونيك محتاجه اكتر من كده، والهيلث كونديشن برضو بتاعت البيشنت، والامبيرمنت والاكتيفيتي او الفانكشنال اوف ليميتيشن، على حسب الديجري اللي جاي بيها ممكن تأثر. ممكن انت مثلا ما قيمت اقل من شويه، مثلا اديتها تقييم هي كانت سيفير وانت مثلا ما حسيتش انها سيفير قوي كده، فكان البلان اوف كير ما كانتش كفايه اللي انت عاملها. البيشنت جنرال هيلث ستاتس اند ريسبونس اوف كوموربيديتيز، هو اصلا ممكن يكون عنده مشاكل تانية صحيه غير اللي هو جاي بيها، مثلا هو زي هايبرتنشن، هو عيان ضغط، او مريض دايابيتس، او اوبيزيتي. عامه دي كلها مشاكل بتبقى ريسك فاكتور لامراض اسوا بكتير، يفترض تتعالج دي الاول او يتم السيطره عليها على الاقل. وكمان البيشنت بريفيوس ليفل اوف فانكشنينج اور ديسابيليتي، ما ينفعش يبقى بيشنت عايش سيدنتري لايف، عموما انا ما احط له اكسرسايز، احط له فيجرس اكسرسايز
او اشيله اوزان او احط له اوزان كتير، هو نفسه هيبقى easily fatigue. patient living environment، هل البيئة اللي هو عايش فيها مشجعاه ولا هو اصلا دايما كده disappointment يعني. ال patient and the family goals، ال patient motivation and adherence and responses to the previous intervention. زي ما قلنا حالته هو النفسية emotional status بتاعته تعبان، مش عايز يتعالج اصلا، حاسس ان اللي انت بتعمله ده ملوش لازمه او مش هيوصل النتيجه اللي عايزها. التحفيز البيشنت نفسه من جواه بيفرق كتير جدا في البروجنوز. السيفتي ايشوز، طبعا البيشنت اللي جاي لك عنده ديسفانكشن او عنده ديسابيليتي بيبقى جايز يقع، جايز يتخبط، المفروض انت تكون مأمنه كفايه علشان يقدر يشتغل معاك صح، وكل ما يشتغل صح طبعا نوصل لنتائج احسن واسرع. extent of support، زي ما قلنا physical او emotional او social، الناس اللي حواليك يكونوا supportive كده، وانت نفسك تكون بشوش وتحببه في المجال وتقوله ان كل حاجة بسيطة ومش هتطول زي ما الناس بتقول والكلام ده كله. بكده نكون خلصنا محاضرة النهاردة وخرجنا البيشنت بسلام ان شاء الله. لو في اي اسئلة ممكن تسألوا في الكومنتس وان شاء الله هجاوب عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.